نبينا وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدي، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بشرى بني فهر فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا، باعوا نفوسا لهم قد غلت وأرخصوا من سعرها المثمنا، واشتروا العلياء نقدا بها، ومشتري العلياء لن يغبنا. وكافحت أعداءها غلمة ترى المنايا هي خير المنى، لكن رأوا أن بدار البقاء نيل الأمان لا بدار الفنا، فاستسلموا للموت من بعد ما أسلمهم في جريه الأرض، باتوا فرادا ووحوش الفلا تبدي النياحات لهم الحنا، ورحنا للأسر بنات الهدى تطوي الفيا في موطنا موطنا، يدعون والعيز تجد الزرايا حادي العيس ألرفق بنا، يا حادي العيس أتدري بنا ربات خد. ربات خدر لا نطيق العنا، ظل حسيا يوم الغابة أنصار يناديهم وقلبة التهب ناره، ندى عباس أخو اللي يذلم شكا، وقومه واخوته وابن علي الأكبر، دريته بالمخيم دارت العسكا. يا أهل الزود يا أهل الشيمة والغيرة، دريت بالحراير ظلت بحير، تشيت رضون تمشي زينة بيسير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بعض الأحيان استظهارات خاطئة من بعض الآيات بعض الأحاديث حتى بعض الأشعار، مثلاً الأشعار اللي تلوتها على مسامعكم بشرى بني فهر. بالمناسبة أول قصيدة قبل يمكن 55 سنة أكثر حفظت هي هاي القصيدة، هي بشرى بني فهر. بشرى بشر بني فهر بني هاشم فأبناؤكم، فليش بعد نبكي؟ سيد المطاووس رحمة الله عليه في اللهوف قبل يمكن 40 سنة طالعته أول أوائل اللهوف يا أواخر اللهوف، يذكر بأنه ينبغي عقده معاتم عفوا عقده مجالس نهنئ شهداء في كربلاء. والآية الشريفة لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هذا الوسوسة اللي نسميها مناقشة وسوسة شيطاني. وأما الجواب، الجواب أخواني أعزائي، بما أنه ذاكرين شيء وقبل ما ينتشر الجواب بل يذكر مجرب أنا وساوس التي تنشر على اليوتيوب ما أدري شو يسموه انترنت وكذا، الحمد لله اللي ما أضيع وقتي في هذه الأمور، وقت عزيز عمر عزيز، كل لحظة من عمرنا أنا أنت هذا وذاك ماكو فرق، كل ساعة من عمرنا اللي تروح بعد خلص راحت بلا رد ما ترد بعد، فمسؤولين عقلان شرعان أمام الله عن لحظات عمر، مو فقط سنين عمرنا، أشهر أيام عمرنا ساعات عمرنا، عن لحظات عمرنا مسؤولين، بيننا يعني في أنفسنا مسؤولين، بيني وبين نفسي وبيني وبين الله جل وعلا. نعمة عظيمة هاي نعمة العمر، نغتنمها هاي نعمة العمر. فبلي ما أشوف داعي، بلي بعض الأحيان اللي حوالي يذكرون بأنه جذاكرين، بلي وغالبا هذول اللي مناقشات وساوس نشرون جهل. أول جواب عقلي يقول لي من إنسان جاهل لا تقبل، من إنسان اللي ما عنده معلومات دين، ربما دكتوراه بروفيسور ما أدري كذا، لكن علم دين
يوم ما عنده شيء جدا يسير اللي ما يجعل صلاحية أن يناقش في الأمور الدينية. وحتى من بيننا بالحوزويين قول غير مشهور بين العلماء من جهله وليس من علمه، هذا ثابت عندنا واضح. هذا على كل حال، شوفوا إخواني، المحاورات باللغة العربية، فارسية، تركية، كردية، ما أدري، إنجليزية، وأمثال ذلك، بيها مخصوص في اللغة العربية والفارسية، بيها بلي مطالب مقتضى الفصاحة والبلاغ. مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء تعلم اللغة الفارسية وبشوق باشتياق، لكن أراد أن يترجم بعض الكتب الفارسية الثقافية، التفت إلى اللغة العربية مثل كتب سعدي حافظ كذا، قال شفت ما أقدر، لأن بيها فرد مطالب، يعني فرد تعبيرات اللغة العربية ما بي. اللغة العربية بعد أوسع من اللغة الفارسية على كل حال. فمثلا واحد اللي ما إله أصول، كل ما يحكي، كل ما يريد يحكي، كل ما كذا، مو إنسان مؤدب، بالفارسية يقولوا له بيسر بيبا. هذا إذا تريد باللغة العربية ترجمها، واحد اللي لا عد راس ولا عد ما يطي ذاك المعنى. مقصود نلتفت اللي أكثرنا مو ملتفتين لأسلوب الفصاحي، أسلوب اللي تقتضي الفصاحة والبلاغة، نلتفت الصحيح بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. صحيح أن الشهداء في عالم البرزق قبل الآخرة متناعمين، هذا صحيح، لكن هذا ما ينافي. افرض مؤمن، صالح اسمه، مو شهيد، انتقل من هذه الدنيا، راح أول ما يشوف خمسة أصحاب الكساء عليهم السلام، سعادة في سعادة، محشور مع أهل البيت عليهم السلام، ومتنعم هناك، لكن بلي أقربائه أحبائه إيش قال يبكون؟ هل أكو واحد يمنعهم من بيش تبكون؟ إذا عم واحد منع أشتاد الشخص مو صحيح. فالتفت ما العقلاء ما يمنعون، بل الشرع المقدس بكاء على المؤمن، مؤمن مستحب إذا توفى بكاء على المؤمن، حديث عندنا. فالتفت مستحب البكاء على المؤمن، إقامة المعاتب. إمام الباقر عليه السلام بل أوصى من ماله عشرة سنين، عشر سنين يقام له المأتم بمنى. هذا من ماله، أو مو أنه بعد لا يقيمون بعده، هذا مو جملة مفهومية على قول الأصوليين اللي مستبطنة به، بل جملة خلاف المنطوق الجملة لا، أمواله من أمواله عشر سنين، وإلا دائما. سيد الشهداء عليه السلام بلي أوصى أن لابنته سكينة وغير موارد متعددة، رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى للبكاء على الحسين عليه الصلاة والسلام، بني سكينة بلغي شيعتي عن السلام وقولي لهم إن أبي مات شهيدا فاندبوا، قتل عطشانا فابكوا، قريب من هذه العبارة على كل حال. فهذا الشيء هذا واضح أنه من الجهل، هذا مجاز، يعني استنباط استظهار
هذا المعنى من مثل هذه الكلمات، من هذه الأمور التي ذكرت بعضها، هذا استنباط استظهار غير حقيقي. بلي هم في نعمة، هم في بلي في سعادة، في ثواب الله عز وجل، لكن هذا ما ينافي. نبكي عليهم. الزهراء سلام الله عليها في خطبتها حينما تصف النبي صلى الله عليه وآله، تصف أباها بعد وفاته أنه في راحة، أباها رسول في راحة وكذا، مع ذلك اللي بقى شوف شلون حث على البكاء على رسول الله، تعلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وأمثال ذلك. سأريد من هذا المثل أذكر إخواني أعزائي، أبداً لا تصغي جهالات اللي تنشر في الإنترنت وأمثال ذلك، وإلا هذا هيفرد خطأ نقص في إنسانية الإنسان. على كل حال، فبلي أشرى بني فهر أبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا، ماتوا شهداء، قتلوا شهداء، ملتفت بلي، ونالوا تلك المراتب العالية، نصروا ابن بنت نبيهم، طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية، قد جاوروه هاهنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متدانية أو متحاذية ملتبت. لكن البكاء عليهم، نحن الذي خسرنا، قتلتهم أو من اتبع قتلتهم خسروا الدنيا والآخرة، خسر اللي راضي بقتلهم ملتفت وقتلتهم خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإحنا خسرنا دنيانا، لو كانوا باقين الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام حسب كلام الزهراء سلام الله عليها وحسب الواقع، بينت الواقع، أنه لو كان خلون الأمور بيدي من جعلهم الله أولياء الأمر، لو كانوا يخلون الأمر بيد الحسين، فذول أصحاب الحسين كانوا باقين معه. شقد هذه الدنيا، في هذه الدنيا كانت نعم علمية، عملية، أخلاقية، اجتماعية، إصلاح المجتمع، أمثال ذلك من الأمور. نحن خسرنا أولياء الله، نحن خسرنا حجج الله، نحن خسرنا من جعلهم الله. بل ثم مو فقط خسرنا، بل المصائب الواردة عليهم، المصائب الواردة عليهم. إنت إذا صديقك، صديقك تسمع بأنه أخذوه وعذبوه، أقل أن الإنسان يتأثر، وإلا إنسان اللي ما يتألم لتأذي الآخرين هذا إنسانيته إما ناقصة أو معدومة، مقتضى الإنسانية هكذا. التفت ثم هسه الليلة ليلة الرابعة من المحار، سابقا كانوا هالليلة يذكرون بعض الأنصار، تدري أنصار سيد الشهداء 72 قسم منهم ملتفت، كيفية شهادتهم مو مذكور، ليش؟ لأنه قسم منهم في الحملة الأولى قتلوا، قسم منهم بلي تاريخ ما ذكر كل شيء، تاريخ في كل النواحي مو فقط قضية سيد الشهداء عليه السلام، يعني ما كان عندنا واحد مؤرخ حاضر في كل القضايا حتى يكتب كل القضايا، اضرب مثلا حبيب ابن مسلم اللي ينقلون عنه، ما كان حاضر عنده كل في كل المصائب وفي كل في الخيام، ما كان، وامثال ذلك.
فلذا بعضهم أساميهم مذكورة كثير من كلهم في زيارة الناحية المقدسة لوارد عن صاحب الزمان أو الإمام العسكري صلوات الله عليهما، بل لمذكورة زيارة. على كل حال، مثلا بشير ابن عامر أو بشر، ظهر بشير تردد مني الآن حصل، هذا فقط اسم مذكور، كلمة منه مذكورة، زيارة الناحية المقدسة، سلام عليه وذكر كلامه، تشكر لكلامه الذي قال لسيد الشهداء عليه السلام، شلون نخليكم روح، نخلي السعادة، كذا من هذا النوع من الكلام مذكور. لكن بعد ذلي كيفية شهادة، ظهرا في الحملة الأولى استشهد، وجماعة منهم هكذا من أصحاب سيد الشهداء عليه السلام. برير ابن خضير الحمداني رضوان الله عليه، ما هذه الليلة بعد ماكو وقت، ليش؟ لأن سأذكر إن شاء الله، حتى نذكر شيء من ترجمته، شيخ القراء برير في الكوفة، شيخ القراء. شنو قارين؟ شنو قارين؟ تاريخ الطبري؟ لا، قراء القرآن، شيخ القراء برير، شيخ القراء، يعني إلا في بالنسبة للقرآن الكريم منزل عظيم، بحيث قاتل برير من رجع للكوفة أخته قالت له أنا ما أحكي وياك، ما أتكلم، قتلت شيخ القراء برير ابن خضير الحمداني، قتلته بعد ما زعلت وياه، هيك مورد عدم التكلم والهجران تهجره مطلوبها من العبادات في مثل هيك، وإن كان مؤمن يهجر مؤمن، يعني ما يحكي وياه يزعل وياه، هذا لا مذموم بالروايات مذموم، لكن مثل هيك مورد، مثل ابن معاذ بن جبل اللي ما حكى بعد ويا ابوه حينما رد الزهراء سلام الله عليه، ومثال ذلك، هذا ممدوح، بل بعض موارد الائمه عليهم السلام هم اوصوا بالقطيعه مع مثل هؤلاء. على كل حال، وش قد عمره؟ ما أدري ليلة سادسة يصير أن أذكر أو لا ترجمته، هذا 90 سنة عمره، 90 سنة عمره على ما ذكر، بلي صاحب وسيلة الدارين في أنصار الحسين الله يرحمه، سيد كان يجي هنا بالكويت سابقا، شفته هنا بالكويت. على كل حال، صديق والدي هم كان هناك، يذكر عمر 90 سنة، ويظهر من بعض الكلمات كلماته أنه شايب كان، من حينما مازح مع عبد الرحمن ابن منه، أيضا من أصحاب أنصار سيد الشهداء، موقف كان واقفين، بلي ما أريد أذكر الموقف، على كل حال مازح، قال لي عبد الرحمن، قال تمزح بهذا الموقف؟ قال لي إن قومي يعلمون أني، ما معنى كلامه، ما مازحت، ما ذكرت الباطل، تعبير هذا، شابا وشيخا، لكن هنا تدري ما بيننا وبين السعادة ماكو شيء، ضحك هذا اللي هو التفت شيخ شابا وشيخ، يعرف بأنه كان شيخ، يعني شايب في كربلاء، لذا هذا مؤيد لكون عمره 90 سنة، وعدي فرد تحقيق في كلام الروايات اللي ورد في عمره على أنه مو محل، مقصودي شايب كان. إيش قد من أصحاب النبي، من الصحابة الأجلاء استشهدوا فيك، كم واحد استشهدوا مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. على كل حال،
فسابقين كان الليلة يذكرون أصحاب سيدش. بعدين قبل يمكن ما أدري بالضبط مو بعد 5 سنين 7 سنين قبل تعارف بين الخطباء توسل بأم البنين سلام الله عليها هذه الليلة. بعدين قبل سنتين هيك بعض الخطباء قاموا يتوسلون بفاطمة العليلة في هذه الليلة. لا بأس لا بأس، واحد يجي يقرأ واحد لأن ذني مو روايات خاصة وكذا، لكن أصحاب سيد الشهداء عليه السلام كلش مناسب مقتضي كل ذكرهم ما أمكن على التفصيل إذا ورد فيهم التفصيل. سواحد إن شاء الله نتوسل بأم البنين وفاطمة العليلة التفت، لكن في يعني ابتداءً أشرت إلى بورير. واحد آخر كان أسلم ابن عمرو التركي سلام الله عليه، هذا أسلم ابن عمرو التركي كان لإمامنا الحسن عليه السلام عبد، الإمام المجتبى أعطاه لسيد الشهداء عليه السلام، سيد الشهداء أعطاه وهبه لابنه الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام. لذا يوم عاشورة بل حينما استأذن سيد الشهداء عليه السلام قال له روح استأذن من مولاك من الإمام السجاد، يعني راح واستأذن أذن له. لكن إمامنا السجاد عليه السلام قال هاي الخيمة تشيلوا أريد أشوف مقاتلة هذا العبد، هل مو قال هذا العبد هذا تعبيري، مقاتلة أسلم، هم راحوا قاتلوا بل رجع مرة ثانية إلى الإمام السجاد عليه السلام واستأذن مرة أخرى هم راح إلى أنس تشهد. هذا أسلم تركي كان لكن قارئ للقرآن، التفت قارئ للتركية لا غير العربية العجم، هاي من نقطة لا بأس بذكرها، عجمي قد يكون عربي عجميا شلون باللغة ذاكري باللغة اللي ما يفصح عن كلا عن مقصوده في اللغة العربية هذا عجمي. لذا واحد من كبار اللغويين قال عبارته قد يكون عربيا عجميا، هذا مو مخصوص العجمي بغير العربي ملتفت. هسه بالاصطلاحات اصطلاحات المتأخرين صار مقصودي لا، هذا مع كوني تركيا كان عربيا، شيعتنا العرب يفصحون. هسه فعلا نخلي هذا الموضوع على كل حال. فيقرأ القرآن قارئ للقرآن إيه، فهذا أسلم حينما ذهب للمبارزة قتل منهم جماعة قتل كل واحد من أعداء الله أخصاً اللي وقف أمام الحسين أمام حجة الله، شك الثواب لهم بعد هذا في الأحاديث ولا على كل حال موجود. سقط صريعاً على وجه الأرض سيد الشهداء، جاء من الخيام إلى الميدان ليحضر عند أسلم عند هذا العبد. شهداء كربلاء من كانوا يوقعون على وجهه بعضهم مجال كان سيد الشهداء يجعدهم مثل زهير حبيب، بعضهم لا ما كان محارب ما كان مجال. ف
فأسلم سيد الشهداء إجا عنده. إيش سوى سيد الشهداء؟ عمل عملا ما عمل بأحد من الشهداء، ما سلك هيك عمل مع أحد من الشهداء إلا مع ولده علي الأكبر. إيش سوى علي الأكبر حينما سقط على وجهه؟ سيد الشهداء أقبل إليه، وضع خده على خد هذا الخد. الله أكبر، وين السماوات والأرض كل شيء عن هذا الخد الشريف. مثل ما وضعه على خد علي الأكبر، وضعه على خد أسلم. أسلم كان بي رمق من الحياة، فتح عينه، هاي موت لا، تبسم تبسم. هذيك السنة اللي في مدخل صحن سيد الشهداء عليه السلام من الازدحام، بلي كم واحد قتلوا استشهدوا، وبلي واحد منهم من أهل النجف، كان سابقا كان بالنجف، كانوا يسكنون في مشهد، ما أريد أذكر أسماء ألقاب وكذا. على واحد كان يمنا قال لي اللي كان، قال آخر عمره كان، فتح عينه وتبسم. تبسم شنو شايف؟ يقتضي التبسم حضور مولاه الحسين أبا عبد الله. كل موت فيه لقياك حياة حياة. واحد يفتح عينه بذاك العالم ويشوف الحسين حاضر عنده، حياة هذه. وليس يا ليتني، ذاك يقول يا ليتني. الله عز وجل في القرآن ينقل عن واحد اللي مخالف الحق، يا ليتني قدمت لحياتي. هناك الحياة، هناك الحياة، لا موت. على كل حال، فأسلم ملتفت يشوف سيد الشهداء، مو بالوجود البرزخي، ماكو فرقها، بالوجود العنصري الدنيوي، يشوف وضع خده على خده. كان فيه ملتفت هذه القابلية بعد آخر عمره، بضعيف صوته قال: من مثل وابن رسول الله واضع خده على واضع خده على خد. صار شهيد، لكن ما ابتعد عن الحسين. اصعب من هذا، من مصيبه اسلم، تدري منه؟ وان كان حتى الصعوبه ما عند هذا، اصعب من اسلم وامثال اسلم، تلك التي فارقت اباها. هاي التي دائما كانت في حجر حنان أبيها. منو؟ فاطمة العلي. بعض العلماء أنكروا وجود فاطمة العلي، لكن العالم، أي عالم أعلم كان، هذا مو معصوم، ما وجد وما وجد اشتباه خطأ اللي هنا أكو الإنسان، إذا ما وجد رواية ينفي ينكر تم، هذا خطأ ممن صدر. ما شفت غيرك شاف سيد النجف المرعشي رضوان الله عليه في ملحقات إحقاق الحق يذكر حتى من مصادر السنة، علماء السنة أم ذاكرين، بأن لسيد الشهداء، مو فقط السنة، شيعة أم ذاكرين، شيعة وسنة، لا تقول. على كل حال، بل أن لسيد الشهداء من بناته بنت تسمى فاطمة، خلفها في المدينة، الصغرى تطلق على
اثنتين من بنات سيد الشهداء بفا مسميات بفاطمة، واحدة اللي خطبت كانت وياهم، واحدة هاي العليلة ملتفت يطلع على الصغرى. على كل حال العنوان اللي يميزها هاي عنوان العليلة. أم البنين إذا تقول ملايين توسلوا بها، جعلوها شفيعة عند الله وقضيت حوائجه، أو بالولاء التكوين اللي مخصوصة سموذي الدائرة الوسيعة. على كل حال ملايين إذا تقول يعني دليل عندنا، مو دليل إحصائية، شقد الشيعة في زماننا هذا، حتى غير الشيعة اللي تعصب ما عندهم ملتفت، بل في زماننا هذا منذ بل 1300 بل سنة إلى يوم، يعني من بعد شهادة أولادها الأربعة إلى زماننا هذا، إيش قد حوائج عندهم جعلوها شفيعة إلى الله عز وجل وقضيت حوائجهم بشكل عجيب. نفس هنا في الكويت، حتى فاطمة الصغرى بهذا المجلس ذاك الوقت كان هناك بالديوانية. على كل حال واحد مؤمن قال لي يعني من بعد العشرة الأولى هو قضيت حاجته بالتوسل بفاطمة الصغرى، فاطمة العليلة. بلي فاطمة العليلة، فاطمة العليلة. على كل حال واحد أنكر، لكن أنكر ما شاف ما رأى رواية، لكن ملتفت اللي أعلم منه مطالعات أكثر مثل سيد النجف المرعشي رضوان الله عليه، مع ذكر المصدر والصفحة مقاتل أهل السنة ذكروها، وذكروا حتى الأشعار نعب الغراب، فقلت من تنعى قضية الطير اللي إجا بلي على جدار بيتها. هنا أذكر في النقطة، لأن اللي نريد نتوسل ببابي الحوائج، فاطمة العليلة وأم البن، مشترك ما بيناتها الثنين شنو مصيبتهم؟ عندهم مصيبة مشتركة ما بيناتهم، شنو؟ العلويات غير العلويات. راحا مع سيد الشهداء عليه السلام، كان هناك في كربلاء معه، لكن الذي ابتلي بمفراق سيد الشهداء الثنين غيرهم، أكو أم سلمة أم هاني ملتفت. على كل حال فأم البنين، أم البنين يعني مشترك ما بيناتهم، أم البنين أربعة من أولادها بالإضافة إلى الحسين اللي أحب عندها من أولادها، أحب إمام حجة الله أحب عندها من أولادها. وفاطمة العليلة فراق منه من أحبتها، أولا أبوها، إخوتها، أخو مثل علي الأكبر، وبعد أخو منه مثل الطفل الرضيع. تدري الأخوات بل أخو عندهم رضيع إيش قد لهم يحبوا، تقول له كلكم تغيبون يا أبويا وأبقى بهالوطن وحدي، بويا عاد خليلي عبد الله الطفل عندي، أخاف الطول فرقتكم، بل كان يرد وحشتكم. يقول أبويا عبد الله شلون نخلي عليا أمه شي صبرها تصعب فرقة أمه عليا، يا بويا حرمل الظالم لأخوتي بكربل أمتع، صايغل لخيج طوب لبسه بس علي هيلو كان عاشق ومعش. الله يرحمك سيد عبد الحسين الشاه، الله أكبر.
فابنه فارقت منه من احبته، ابوها، اخوتها، اخواتها، عماتها، ذيك العلويات تبقى وبقيت وحدها. هاي لسان ملتفت عم ام البنين وام فاطمه العليله. انا لا يقعد على درب الضعوف وسائل يرحون ويجو كل من الغياب يلفو وانا غايب باللحد مدفو يصير النوب دهر بيكم ويعود. أول من أوائل يعني من استقبلي أخبر بشهادة سيد الشهداء هي هاي فاطمة العلي. طيور طيور حينما رأت جسم الحسين على وجهها. هذا هم قلت مو مخصوص بينا، إذا مخصوص بينا نقبل على العين وعلى الرأس بالروايات، غيرنا هم ذاكرين. ملتفت طيور، شو قضية الهدهد وأم سليمان أمثال ذلك، لها شعور خاص مخصوصا بأهل البيت. شافت جسم الحسين على وجهه، قسم منها جاءت إلى جسم الحسين، أجنحتها لطختها خضبتها بدم الحسين وراحت انتشرت في البلدان. تقول للطيور انتو تاكلون الحب تشربون شربون ماي بارد والحسين قتل عطشانا قتل عطشانا. الله اكبر. طير من هذه الطيور، طير من هذه الطيور اجل اكثر حتى من طير يستفاد بعض الروايه اجل المدينه. هذا الطير اول ما اجي جعل يدور حول قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخبر رسول الله: يا رسول الله، ألا ألا قتل الحسين بكربلاء. الله أكبر. ثم جاء الطير على جدار بيت سيد الشهداء ويتكلم، نعم قرآن، هذا شيء قرآني. ملتفت قضية الطير مال سليمان، جاء يتكلم يخبر: ألا ألا قتل الحزين، نعب الغراب فقلت من تنعى ويلك من غرابي، قال الإمام فقلت من قال الموفق للصواب إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والحرم. عرفت عرفت. الله أكبر. جعلت تنادي: وأبتا وحسين، تبكي بكاء شديد. أقول سيدتي الله أكبر، خل مصيبة أم البنا إشارة، أشير إشارة. التفت بلي. وأما أم البنين إش وقت علمت بشهادة سيد الشهداء؟ طبعا هنا كلام أكو فعلا محل هلي قيل وقال. على كل حال حينما جاء بشير إلى المدينة، جاءت إلى بشير: أخبرني أول ما تقول أخبرني عن مولاي الحسين. حب للحب للحسين حب كامن في قلوب المحرارة في قلوب المؤمنين. شوف الآن الشيعة شي يسوون بكربلاء، كربلاء مآتم الحسين عليه السلام،
حب حب محبة كامنة في قلوب المؤمنين. أخبرني عن مولاي الحسين. قالت قال لها عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. ولدي جعفر فداء للحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. ولدي عثمان فداء لعزيز الزهراء. عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. ولدي عبد الله فداء لأبي عبد الله. لسان حاله قللها بعد لا تنتظري، بعد العباس ما يجيك. عظم الله لك الأجر بولدك العباس. قطعوا يديه، ضربوه بعمود من حديد على رأسه. قالت قطعت نياط قلبي، أولادي كلهم كل من في الوجود فداء لي عزيز الزهراء لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. كانت تأتي إلى البقيع بعد ذلك، فالنياحة نوح على سيد الشهداء وأولاده الأربعة. بعد كانت تقول يا نساء يا مؤمنات لا تقولوا لي بعد أم البنين، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني باليوذ العظيم. كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بني. أربعة مثل نسور الربا، قد واصلوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين. وعباسا كلمة الأخير، يحق لك أن تبكي يا أم البنين يا فاطمة العليلة، لكن إتو سمعت يا ابنة الحسين، شفت دم الحسين يحق لك، لكن أختك سكينة شافت ماذا رأت؟ رأت أولا رأس الحسين، رأس أبي على رأس رمح طويل، ورأت جسم أبيها جذ بلا رأس. تبكين يحق لك أن تبكي، لكن سكينة رادت تبكي ما يخلوها. جاء ذاك اللعين ولطمها على وجهها، ويا مرضاك يا رغم عليك يجرني شمر من بيني، وانا اصرخ وادير العين ليك، وادري صاحب الغيره صاحب الحميه، وادري بحميتك ما تخليك، لكن معذور يا الحزور تقبل جثمان حسين سكينة. وشمر لها بالصوت طورا يقنع، اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. لننسى دعاء الغريق، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا صاحب العصر، واجعلنا وذرياتنا إلى يوم القيامة من أفضل شيعته وخير أنصاره. ربنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، ومن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. ربنا اجعل عواقب أمورنا خيرا، ربنا قونا على خدمة مولانا صبط رسول الله، ربنا وارزقنا به خير الدنيا وخير الآخر، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخر. بسيد الشهداء اقضي حوائج الطالب بثأره مولانا الحج، إلهنا وبجاههم اقضي حوائجنا، واكف مهماتنا، ويسر وأصلح أمورنا، واشف مرضانا، واشف أمراضنا، وتفضل على مرضى المؤمنين بالأخص المنظور بالعافية الكاملة العاجلة الشاملة. من أوصانا بالدعاء، كثير يوصونا بالدعاء، بلي إلهي اقضي حوائجنا. تقبل اللهم هذا المجلس الشريف، هذا المأتم الشريف، من المؤسسين والساعين والحاضرين والسامعين، ومنا بأحسن القبول. أطل أعمارهم وأعمارنا في خير وعافية مع حسن العاقبة، في طاعتك وفي خدمة أهل بيت نبيك وإحياء أمرهم، وتغمد أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين، سيما علماءنا الربانيين خدام سيد الشهداء والشهداء، تغمدهم جميعا برحمتك الواسعة، واغفر لهم وأبلغ أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. وحرب لمن حاربتم، مؤمن بسركم وعلى